أشرت المشاهدين إلى الخبر التالي عبر الشروق نت، وفيه روسيا تبحث مع المجلس العسكري تطورات الأوضاع بالبلاد. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يوم الاثنين دعم بلاده للاتفاق التي وقعتها الأطراف السودانية والرامي لتحقيق استقرار الأوضاع، والتأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية وحل كل الخلافات السياسية. وبحث ميخائيل مع رئيس اللجنة الاجتماعية والفئوية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول طيار عصر عبد الخالق الاتفاق الذي وقعه المجلس والمعارضة. قالت وزارة الخارجية الروسية إنه جرى خلال اللقاء الذي شارك فيه سفير السودان في موسكو نادر يوسف بابكر مناقشة آخر التطورات في السودان في سياق الاتفاقية التي وقعت. هذه الاتفاق التي وقعت بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة المدنية التي تمثلها قوى الحرية والتغيير حول تشكيل الهيئات الإدارية المؤقتة. وأضافت الوزارة أن الجانب الروسي أكد دعمه للاتفاق التي تم التوصل إليها والتي تستهدف ضمان الاستقرار للأوضاع في السودان في أقرب وقت ممكن، وكذا التأكيد على أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية وحل الخلافات السياسية الداخلية أساس الحوار ليكون وطني واسع. نعم، كنا يعني قد تحدثنا قبل فترة ومدة من الأيام عن إدارة المجلس العسكري لشؤونه أو شؤون السودان الخارجية، وقد أشرت أنت وتحدثت أنه يعني يفلح حتى هذه اللحظة في إدارة هذه الشؤون باعتبارات كثيرة جدا وكثير جدا من اللقاءات مع الدول الخارجية. الآن نتحدث عن السودان الوطن الواحد وعلاقاته الخارجية، هذه المرة مع روسيا اللي اجتمعت مع المجلس العسكري وتم يعني البحث عن تطورات الأوضاع في البلاد. الجانب الروسي يؤكد تماما دعمه لكافة الاتفاقيات الموقعة أخيرا اللي تدعم الاستقرار والسلام في السودان، وأيضا يؤكد على دعم ورأيه الواضح جدا بعدم التدخل الخارجي وأنه لا يدعم دائما التدخل الخارجي في شؤون السودان الداخلية، وكأنما يدعو لحوار وطني شامل موسع قادم. هو العلاقة الروسية بتضمن لك دولة روسيا دولة عضوة دائمة في مجلس الأمن وعندها أقل فيتو وكذا، تضمن أنه على الأقل تبعد عنك التدخلات الخارجية السلبية. ما هو التدخل الخارجي ده في تدخل كثير يمكن أن يفيدك يعني في التفاوض وفي مثل الذي حدث من الاتحاد الأفريقي والإخوة في أثيوبيا، يعني يمكن أن يضيف لك. صحيح هناك تدخل كثير يمكن أن يدخل الناس بأجندتهم، في ناس كثيرين يعني بيتحدثوا لازم يتحدثوا عن السودان وعن تقسيمه وعن في أقاليم يجب أن تكون دول وكذا، وربما يجدوا أنه دي فرصة في أنه يتقدموا أكثر تجاه قضاياهم. لكن طالما أنك أنت عندك قضايا معلقة لا تستطيع أن تقول للناس أنه ما تتدخلوا في يعني. فأول رد في مواجهة هذا التدخل هو الوحدة والاتفاق حول الكثير من القضايا، لأنه إذا لاحظت خلال الفترة اللي فاتت في كثير من القضايا هي ما محل خلاف جوهري يعني، لكن تجد حول البتاع. فأنا بفتكر أنه روسيا يمكن أن تساعد كثيرا باحترام، لأنه أصلا روسيا خلال علاقتها ليس بالسودان فقط ولكن بالدول الأفريقية هي علاقة اسمها الشراكة في التنمية يعني. طيب، إذا تحدثنا عن ما بعد الاتفاق، كانت هنالك تهاني مختلفة من قبل الدول سواء كان إقليمية دولية عن الترحيب الواسع بهذا الاتفاق الذي يكون أرضية ثابتة جدا وتهيئة نفسية وعد الثقة مجددا للحركة أو قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. يعني الشارع يتساءل ما بعد الترحيب، هل من دعم يعني روسيا؟ ما الدعم الذي يمكن أن تقدمه للسودان في هذه الظروف الماثلة؟ هو أكبر دعم للشعب السوداني رفع العقوبات الأمريكية. برأنا نحن ممكن تابعنا خلال الفترة الفاتت كيف جعلت العقوبات الأمريكية إيران يجن جنونها يعني. هذه العقوبات نحن نخضع لها بكل ما يحدث في إيران الآن، كان حادث السودان من 97، فرفع العقوبات دي مساهمة روسيا أو غيرها من الدول، دول الخليج أو دول أفريقيا أو الدول العربية أو الدول التي كلها رحبت بهذا الاتفاق. يعني ما إذا كان هناك مساعدة، أهم مساعدة يمكن أن تقدمها لنا هي رفع هذه العقوبات أو خروجنا من دائرة الإرهاب، الدول الراعي للإرهاب. الأشياء الثانية، السودان لديه الكثير من الإمكانات التي تجعله ينطلق يعني
بمساعدة الآخرين. تلقى خبر آخر.